هسه راح نبدا نشرح شلون نصنف الدوال زوجيه او فرديه بطريقه التعويض. يعني ناخذ هاي الداله اف اوف اكس يساوي اكس تربيع، وهنا جي اكس يساوي مثلا اكس تكعيب. احنا بذيك المحاضره شرحنا قلنا اف اوف سالب اكس يساوي سالب اكس الكل تربيع ويساوي اكس تربيع، وقلنا رجعت الداله نفسها. اذا هذه هاي الداله زوجيه. من حلينا هذا السؤال قلنا جي ناقص اكس هو ناقص اكس الكل تكعيب ويساوي سالب تكعيبي سالب اكس تكعيب. رجعت عكس اشاره الداله بالضبط. اذا هاي الداله فرديه، هاي الداله زوجيه. عندنا طريقة سهلة كلش، الطالب يقدر يحدد هاي الدالة الزوجية أو الدالة الفردية بتعويض الأرقام. أنت هنا تقدر تاخذ رقم بسيط، مثلا أخذ واحد عوضها بالدالة، واحد تربيع ايش طلع عندي؟ واحد. طيب إذا عوضت إكس واحد الواي ايش طلعت؟ واحد. إذا هاي النقطة واحد وواحد. روح عوض مرة ثانية بالدالة اكس عكس الإشارة، اكس يساوي سالب واحد بالضبط نفس القيمة بس عكس الإشارة. عوضها بالدالة راح يصير عندي واي يساوي اللي هو اف اوف سالب واحد، سالب واحد تربيع ويساوي واحد. يلاحظ الطالب إذا بدل الـ هو اكس كان واحد طلع جواب واحد، بدل الاكس سالب واحد طلع جواب واحد، معناه عندي النقطة سالب واحد وواحد. إذا عوضنا إكس واحد طلع واحد، وعوضنا إكس سالب واحد طلع الجواب نفس قيمة واي، هذه واي واحد وهاي واي واحد. إذا طلعت نفس القيمة هاي يسموها دالة زوجية. خلنا نجي نباوع على هاي الدالة الفردية. راح أعوض إكس يساوي واحد، الواي هو واحد تكعيب، واحد تكعيب يعني ايش قد؟ واحد، يعني عندي النقطة واحد وواحد. أعوض الإكس يساوي سالب واحد مرة ثانية، راح يصير الواي يساوي سالب واحد تكعيب ويساوي سالب واحد، يعني صارت عندي النقطة سالب واحد سالب واحد. أنا عوضت الإكس واحد طلع جواب واحد، بدلت الإشارة مال الإكس صارت إكس يساوي سالب واحد، بدلت الإشارة مالت الواي بس بقت محافظة على قيمتها، يعني هذا واحد وهذا ناقص واحد، يعني الاختلاف بالإشارة بس الاختلاف بالإشارة. نقول على هاي الدالة فردية، فممكن للطالب إذا شاف دوال معقدة ممكن يختبرها بالإشارات. هسا نجي على ملاحظة كلش مهمة، إذا عندي نقطة A و B تقع على دالة زوجية اكو نقطة لخ اللي هي ناقص اي و بي تقع على نفس الدالة، يعني هنا ابدل الاكس اللي هو كان اي سويته سالب اي بقت محافظ تحافظ على نفس القيمة بالاشارة بالقيمة العددية. اذا شو نقول على هاي الدالة؟ زوجية. اذا عندي اي و بي تنتمي الدالة فردية ولاحظت سالب اي سالب بي، يعني هنا الاي وسالب اي هنا بي، معناه اذا تبدلت الاشارتين اذا تبدلت الاشاره مال الاي هنا راح الاشاره مال البي هم تتبدل. هاي شو نقول عليها؟ راح نقول عليها هاي داله فرديه. راح ابينكم فد شغله بالرسم. انا عندي هاي داله زوجيه مثلا، هذه واي يساوي اكس تربيع. أنا جبريا أعرفها هاي الدالة الزوجية، لكن بيانيا شلون راح أعرفها؟ أنا عندي نقطة هنا هاي واحد، هاي هم واحد، إي هاي النقطة هي واحد وواحد. أكو بالمقابل بالضبط هاي ناقص واحد وهاي واحد. فيقول إذا عندي واحد وواحد لبيان دالة زوجية لازم عندي سالب واحد وواحد. إذا عندي اثنين واثنين لازم عندي سالب اثنين واثنين، إذا عندي ثلاثة وثلاثة لازم عندي سالب ثلاثة وثلاثة. ما معناه؟ إذا تبدلت الإشارات مال الإكس ما يتبدل الإشارة مال الواي، الواي يبقى محافظ على نفسه. ناخذ
بيان بسيط لدالة فردية، هاي الدالة فردية. هاي النقطة مثلا خلينا نقول واحد واثنين، بالضبط اكو نقطة لخ هنا هي ناقص واحد وناقص سالب واحد وسالب اثنين. ما معنى اذا عندي واحد ومعطيني جواب اثنين لازم اذا بدلت الاشارة مال الاكس سالب واحد لازم عندي سالب اثنين، اذا هاي الدالة راح تكون فردية.